فضل الله انا عم بشتغل، ويعني شي ما يجي اي شخص يقول لي مسيك هاي مثل ما بقولوا خرجيه ولا كذا، لا انا عم بشتغل مثل ما بقولوا بعراء جبيني وبتعبي. بوجه رساله للشاب المصاب، لازم يكون عندك عزيمه اصرار على اصابتك، على ظروفك المعيشيه، لازم يكون في عندك عمل، لازم يكون في عندك شيء تعبي وقتك فيه.